نحيي ناس بجايه بالمناسبه. كانت عندنا كنا في واحد لوتيل جاي في تيشي يعني في هذيك الجهه توريستيك تماك اظن شابه وزيد شابة الله يبارك وزيد بزياده في رمضان الحوانت كاع مغلوقين ومام محلولين يبيعوا لا بربا بابا لي فيني ما يبيعوش صباح الخلق ما يجوا لا. انا كنت انا وسامير تومي اللي نحييه كنا في شومبرا وحده قلت له سامير عباك واش نسيت الصباط يا خويا علاه انا كي كنت وجدت في الكعبه درت وحشاكم الصباط في ساشي وحطيته عباك مع رمضان وتنوض مع الصباح تشكر احنا باروت نسيت كي نسقم الفاليز نغلق ونقلع نسيته خليته رحت بلا صباط ايوا بليك لاكاش انا سامير نحكي له هو ميت بالضحك بالدموع قال لي بلا صباط كيش ندير قال لي عندي ليك لاكات جبتهم ممكن نجوز بليك لاكات لا علينا حبط لا ريسيبسيون واحد ريسيبسيون قلت له يا خو كاين هنا وين يبيعوا صبابط ولا بلا يضحك قال لي هنا ما يبيعوش كيما قلت لك قال لي هنا مي مفتوحين ما يبيعوش صبابط شربجي ولا شربت لا كيما قلت لك ليبيني ولا باسكو ندروها تاع بحار ولا قال لي بصح على واش المشكل قلت له نسيت صباطي قال لي شحال تلبس قلت له نلبس كذا نومرو فلاني قال لي عندي ما يقول لكمش خاطر عنده شلخه لبالي انا راه مادام سي بورتي دو ياس ما ناس كاع على بالها نلبس كارون طروا قال لي عندي صباط كارون طروا هكذا سوا سوا سما وكي وراه ولدي الصباط انا فرحت كي وراه بصح ناخذ بالك الصباط هذا رايح صور خزانه حرت كحل لا اكلير ولا عباك قال لي لا الصباط هذا كحل وكذا وراه لي خو ديالي اللي نسيتو سبحان الله خوه تم اللي جبتو داولي هو بلاني سيف صح تركب لي شك لبستو هذاك الصباط رحت غنيت به السيد هذا مول الصباط موصل مول جا الحفله وزاد جاب كاع صحابو اللي يدور معاهم كل يوم قال لهم روحوا تشوفوا الصباط ماشي مرجع الصحة مراد الله يسلمك الصحة على التواضع تاعك نحييه وهي يعطيه الصحة تانيك نحييه بالمناسبة نقولوا له نعود ونزوره إن شاء الله بعد فترة ولا نسيت الفيستا قولوا يزد لنا فيستا خويا مراد الله يعيشك تفضل الله يحفظكم أطربنا الأغنية أيوا خلاص كنت حنقول اس ام اس جروبكم واجدين بصح في نورمالكم واجدين يعطيكم الصحة Yeah.
قلت الصحة مراد خصوك شي عفسات بصح انت ما خصك والو شباب لا طاي لا بوينتور السر العقولية واش كنت عاود تقولها في الميكرو عاود تقولها في الميكرو ما سمعوكش طيب ما تشكرش واحد لا لا سانسيهم قتلونا بالسطاطح في العراس واللحم الحلو الله يبارك يكثر خيرهم على كل حال شفت كيفاش نحفوا اوا خلاص ما زيدش ناكل نولي كدا لي صالاد نولي كدا بعد غير تشوف بناون هذاك الشطيط هذيك تغمز لك دوكا يا بيك ما تقلقش تشوف وراك مزيته هكذا تجاك جواتني ورد خويا علاش دير الله غالب الله غالب حنا مديورين هكذا صحيح لا بنينه مليحه مليحه والله غير سرت الكازوز فخد هذاك تاع الدجاج هكذا يكون يترعد هكا المهم انت كبده وكسر الكازوز يحبط السبك يا خاف خويا مراد جبت لنا ان كوت كار ايوا جبت لنا ان جان يغني بصح هذاك الجان على حسب ما فهمت وليد واحد من لي ميوزيسيان تاعك ولي صاحبك ثاني من البكري 10 تفضل اهضر لنا برك على صاحبك دابور ومن بعد نروحوا لوليدو هذا صاحبي دربكي معايا في الجوق هو فوزي بوعمر اللي نحييه نحيي كاع العائله تاعو وليدو هذا سفيان اللي جبته اليوم كان صغير يعني كي نقول لك 5 سنين 6 سنين ولا ميم با كان يجيبو من داك معه ولا نديرو عراس على الفاميليا ولا كنروح ليه لدا الوليد هذا سفيان كان يشتيني بزاف كان يحب الغناء يحب يسمع يسنتي راس بزاف الغناء تاعي هكذا ولكن اي اغنيه نغنيها يحبها وروح ينهار جي نهار يحكي لي عليه فوزي يقول لي اباك سفيان بلاوي يغني وعنده من بال وقت فوزي واقيلا بدا نعرفونا سفيان ما يغنيش بون كان بدا يجي لنا تاع ليماش تاع طفل صغير يحب لا ميوزيك وبدا يحكي لي عليها شوف فوق تنقول كيش هو يغني سفيان يغني مي علاش لا كنت نسمعوه مي ما كنتش نستنى كيما سمعته ومن بعد حتى دار واحد السيدي ودا قال لي عليهم ناس سمعته دار يا اخي ما سمعته لك عجبني عنده صوت يعني يغني جوس يغني وكلمات ديالو والتلحين تاعو يعني يكسر راسو تحس بلي هذا يجي منه ان شاء الله ويكون عنده مستقبل زاهر ان شاء الله وكانت فرصه وين مع خويا حاكم حبيبي جون فرمي مع خويا وكاع لي كيب حنا الله يبارك سهلوا لنا وين جبتو قالوا لي يعني واحد فيهم ما قال لي لا لا ولا وكانت فرصه يعني للشباب كيما هو كيما واحد اخرين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دوك مازال دوك هاي عنده القوايبي ما طلع فيه وحنا درنا اللي علينا ما نجموش نغنوا في بلاصتو صح؟ اه ما نجموش محال وان شاء الله نتمنى لك كاين ماكله شويه زياده هكذا نقراطيهم معاك بون جماعة الخير نصفقوا له اسمه سفيان جمهوري اوكي نكوراجيوه انصومبل سفيان يا ضوء عيني
التنين. صبيان صبيان يغني على الأم. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة صبيان. سالو جنوم جرك بس بيان بيان. أنا سمعت قالك عمو مراد. يعطيك الصحة صبيان. الله غير بيان بيان بيان. اون بلوس السوجي اللي خيرت الام ام عزيزه بزاف اللي مازال يما حيه غير يتهلا فيها بيان بيان كوم يلفو وماكسيموم. سفيان كش ما كاين غني على باباك صغير الام 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 والاب مسكين الاب مش كيتش كاين كاين غير يعطولو من غير عند الام مالهم هذاك واش عندهم الله غالب الا هما هذاك واش كاين الله غالب الا هما البركه فيهم نورمال بصح على بالك غدوه ان شاء الله راح تولي اب انت ثاني وتولي تقول الله غالب واخا يديروا ولاد ولادي غني عليا انا شغل سي ان بارون ثاني لو بابا يعني ولا لا صح يتوالي علاش انا سقسيتك باسكو قالوا لي بلي انت كتبت هذه الاغنيه انت تكتب وانت يعطيك الصحه يعطيك الصحه فوالا ان جون كي ديبيوت وبدا يكتب بدا يكسر راسو من دركا مراد هضرنا عليك غير بالخير وجابك هنا ومانيش عارف مراد كش ما عنده حكايه يحكي لنا عليك. لا تفكرت واحد الحكايه على مع سفيان مانيش عارف ليش فالها كان صغير بزاف كان عنده واحد غير ضحك كان عنده كان حكايه بزاف على حسن شوف شافي عليها شفت عليها في عرس كنا في عرس كنت انا ونصر الدين شاولي نحييه بالمناسبه كنا وكان بعدا نحيوه نصر الدين تاعنا جوق نحيوه بزاف نصر الدين وكان الجوق ومنهم باباه في الدربوكه كانوا مام العائله كانت مام الام حضره في العرس باسكو سين فات فاميليا على هكذا كانوا ناس نعرفوهم وهو كنت نغني له هكذا كي كان يغني نصر الدين هكذا في لابوز هكذا حبسنا انا كنت لتحت كنا نغني له واحد الاغاني ويقول لي طونطون هذيك الاغنيه هكذا يشفى شويه برك هكذا يعطي لي راس البيت برك صغير شحال في عمرو كان كان واحد خمس سنين ست سنين هكذا ولا ميم با ميم با هكذا ومن بعد كي تلمو حلات له معايا وكذا كي كنا رايحين حب يجي معايا خلى باباه ويماه وحب يجي معايا قلت لهم هذا يخرج مغني هذا والغنية هذه الانفلونس تاعك وين رحت بوصة رحت في نومبيونس ماشي كاع واش خدم مراد اسمع انا واش تسمع دابيتشيد عندك موسيقى تسمعها من غير نسمع بزاف شغل الارابيك بوب كيما نقولوا الشرقي هذا جديد تاعنا اه فهمت شرقي جديد تاعنا كيما نقولوا كاين فنانين بزاف رامي صبري تامر حسني كاين بزاف صح ما نشوفك راح ان شاء الله يا ربي راح تعطينا شويه من تامر حسني ولا تاع رامي تامر حسني تامر حسني يلا مقطع هكذا بيان وقال انا قلبي معاك مش قادر انساك يا حبيبي يا احلى ملك يا روح الروح عندي امل كل امل اشوفك تاني في حضني وايه العمل ايه العمل ارجع لي تاني وخدني انا تعبان من غيرك اسمعني ورادي ضميرك لو عادي سيبني لغيرك انا والله اموت انا تعبان اسمعني انا والله اموت الصحة الله يبارك فيك الصحة مراد الله غير قصتها فرح وجبت لنا مصغر الله يبارك زيما بهدل الناس يا خويا مرحبا بك الله يسلمك تاعي حنا لو برانسيب تاع ليميسيون نجيبو دي زارتيست اللي داروا دي سوكسي اللي عندهم ما يحكيو عندهم ما يغنيو ونجيبو ان جان هكا نعطوه فرصه باش يغني يحكي لنا شويه انا على حسب ما سمعت خويا مراد
ياسمين جا هو ويا من الجا كم ياسمين جا هو ويا من الجا كم ياسمين جا هو ويا من الجا كم ياسمين جا جبل مكناس جبل مكناس جبل مكناس جبل مكناس يا اخويا الهواوي جبل مكناس يا اخويا الهواوي صوفيا الهوى يديك والهوى يجيبك فيك الهوى يديك والهوى يجيبك الهوى يديك والهوى يجيبك الهوى يديك والهوى يجيبك الهواوي من جاك المقياس من جاك جاني من نفاس 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 يا خويا الهواوي جاني من نفاس يا خويا جاني من نفاس يا خويا الهواوي جاني من نفاس يا خويا الهواوي بون كوراج وانا نسناو فيك اخويا مراد كي نعاودو نعرضوك ان شاء الله تعاود تجيبو بالك يكون عندك شي البوم واجد ولا تكون غنيت معاه داخل البوم ولا ما على باليش انا ايه علاش دير دير مهدي وكمل عاونو جيسكو بو ان شاء الله ويعرضني ثاني ونغني مع هديو يشجعني كيما شجعتو اليوم هادي دنيا هادي دنيا وانت كنا من صغر مليح اللهم باباه راه فرحان دوكا ان شاء الله يكون دوك يقول لك غنيه فوزي دوكا او حاكم الدربوكا راه يطبل معاه هو راه يشوف تيليفيزيون راه يطبل نتمنوا له النجاح ان شاء الله وجميع الشباب نتمنوا له النجاح اللي راهو ناوي ان شاء الله يغني ولا نتمنوا لهم النجاح ان شاء الله يخدم ويرد باله في الكلام اللي غنيه ويرد باله في الموسيقى اللي يديرها وما يلبسش برك وما يعاود غنى تاعك شي واحد اللي هدا ونخرج ان سوكسي يروح يعاوده له في لو موا هذاك ولا في هذيك لاني تعتبر شغل سرقه كومام وما واحد لا عاود غني عاود غني قديمه يعاود يعطيها نوفو سوف يحييها معليش يقول هكذا جديده هذاك الانسان نتعب عليها وواحد اخر يعاودها له منه واحد اخر منه واحد صافي اوكي ما سفيان عمرو ما غنى يعني عمرو ما تخلى مازال ما تخلى ميدان يعني وجاب اغنيه جديده يعني من كلمات ديالو واللحن تاعو وعاونوه الله يبارك الجوق وداروا له لي زارونجمون وخدموها خرجوها بيان بلوس اون بلوس كانت عنده حاجه مليحه سي ما تقلقش ماشي يقول لك لازم ندير حاجه باش كاع يصفقوك كاع يشطحوك كاع يبرونجيو معايا سي لا وين صافي دير راني يعني بيان سي تون ايرور دار حاجه سوفت بوسا نوفا ما نشطحوا عليه ما نصفقوا عليه ما نقعدوا غير نسرشوا كما يقولوا يعطيك الصحة اي سيتي تخي بيان انا عرفت شتي نجم يدير حاجة اغنية معروفة الفضل يولي لمولاها والجمهور الله يبارك يصفق عليه اغنية تاع افلام فكرنا فيها فيها لومبيونس بصح هو يتوزي نابيرسي هو يتوزا مسكينة هي اللي ريبريز اه لي ريبريز سي با سي با ديفوندو سي با انترفي وشنو اون ريبرون اون شونسون تكون في لي زوبليات اون ريبرون اون شونسون نعطوها complètement un nouvel arrangement معليش مي اون ريبرون اون شونسون ونقولوا تاعنا alors que ماشي تاعنا صح معليش تنجم تريبروني اون شونسون يتنسات ودارت سيكسي يعني بكري واحد يسمعها يعاود يحييها يحكوا له على الاغنيه هذه شكون مولاها شكون فلان اولا يدير لوماج المولى هذه يهضر عليه كما قلت ما يقولش ديالي ثانيا باش يعاود يحييها ومليحه تدوى شاك فوا باسكو صار لي في بيان هذه كيما دار مثلا دار رشيد طه دار رايح وين مسافر اللي ما كانش ما على بالوش بلي تاع عبد الحميد الحراشي الله يرحمه اللي نحييو الزوجه ديالو نحييو ولادو سرت وليدو كامل نتمناو له مشوار طويل ان شاء الله ويعاود يرب كيس يقولوا يخلف باباه ان شاء الله وراه واصل على كل حال الله يبارك الاغنيه داها العالميه يعني شوفي راحت الاغنيه هذه دوك كاع يغنوها غناوها بالهند